معنا هلا مدام باسكال جالخ ريسبونسابل دو سيكل بنجامان من مدرسة شانفيل مسؤولة عن الأونزيام والدوزيام رح تحكينا أكثر عن رأيها بمدينة كيدزموندو بما أنه اليوم أول مرة بتزورنا بونجور بونجور شو رأيك بكيدزموندو وكيف لقيتي هالمدينة أول مرة بتزوريها؟ هلا أنا أول مرة بزورها بس بنتي جيت زرتها قبل بنتي اللي بالستيام من وراها صرت حبي أنا إجي اكتشف شو رأيي؟ رأيي أول مرة شي بلبنان عنا بيسلي الأولاد هالقدي وبيفيدهم هالقدي عندهم فيزيون دافنير بيطلعوا من هون سفري كلنا منحلم من نحنا وصغار شو عبالنا يصير انتو برسك عم تحققوا هالحلم عم تخليهم يشوفوا دبري شو معقول يصيروا هن وكبار ويشتغلوها عن جد جدا اكزاكتومون تو تافي من هن وصغار واللي حلو ساتوش تو لي زاج يعني اذا اجوا عمرهم 6 سنين 7 سنين يمكن قبل شوي صغيرة عليهم من 6 سنين 7 سنين فيهم يستفيدوا لا الكبار ادلتس انا هلا صار على بالي اجي العب وشوف واكتشف وجرب معهم هلا اكيد تحت ال6 سنين في عنا تادلر اريا وفي اكتيفيتيز للصغار كمان بيستفيدوا منها بس مثل ما قلتي يعني ابتداء من 6 7 ببلشوا اكثر يختبروا الاكتيفيتي ويستفيدوا منها ويعرفوا يتعاملوا بالمصاري تبع المدينه. طيب شو رايك مثلا ب توصية منك للمدرسة يمكن أو ريكومنديشن لحتى يجوا كل الأولاد بالشانفيل هن إجا أكيد صفوف بس إنه كل الصفوف ليستفيدوا من هالإكسبيريانس يعني إنيتيل دو فودير صار لي من وقتها ما بنتي خبرتني هلا في كثير إجوا بس أنا لازم نجي أكثر ولازم نجي ويجوا عدة مرات كمان مش بس مرة واحدة دونك أكيد ريكومنديشن كثير كبيرة وأكيد رح نجي جينا واكيد رح نكفي نجي لانه مثل ما كنت عم اقول لك اللي حلو بيكتشف وبيكتشف هو عم بيفكر يعني il se construit lui-même مش عم تعطي شيء هيك وروح انه شيء معلب لا il est en train de se découvrir et de découvrir ses rêves باكيد اكيد رح نجي توصيه توصيه ريال واكيد رح نرجع Merci beaucoup, Madame Pascale Jalekh, responsable du cycle Benjamin Bilchanville. أهلا وسهلا فيكم وناطرينكم أكيد كلكم وإن شاء الله أنت وكل الكوليج وبنتك تنبسطوا اليوم كمان أكثر. أكيد سيرتينمون. Merci beaucoup. Merci.